عليها. فنطلع هلا هون عندنا، تذكروا دائما الكيرف الرئيسي هون عندي هاي الريتد فريكونسي اللي هي 50 هرتز، هذا عندي اف، هذا عندي في، لينير سكيل مش لوج لوج. عند النقطة هاي هي الريتد فولتج والريتد فريكونسي، الخط هذا ما بنزل بهذا الشكل، بيصير له بوست على لو فريكونسيز. هلا ممكن يكون هون في شيء بوست، هلا بتتذكروا اللي عملوها مهند والسيوف اذا متذكرين الكيرفز تقريبا هيك كان. فما بنزل عندي خط مستقيم بس ما بنحرف عنه، ببدا ينحرف عنه في مرحلة. هذا هو الكيرف اللي راح احط هذا مقطع، هذا الكيرف راح نعمله بوست من هون. بس احنا لازم نعرف النقطة الأساسية اللي بدنا نبدا نشتغل منها، قديش في على اف هون او قديش في بالنسبة لاف. هلا واضح هون لو جينا اطلعنا على، لو جينا اطلعنا على النيم بليت بدي الاقي عند 50 هرتز قديش كانت الفولتج، اللاين فولتج مثلا 380 فولت. اذا احنا عمالنا بنقول عند النقطة هاي، طبعا هذا لاين، هذا هون عند النقطة هاي 380 فولت وهذا 50، اذا هاي النقطة 50 380. فبي على اف قديش قيمتها؟ 50 بتساوي نقسم 380، اذا بدك تقسم لاين على هاي على 50 بدها تعطيني 7.6 بالعشرة مش هيك؟ 7.6 فولت بير هرتز. بس هذا رح احط انا ال هون عشان اكد انها لاين فولتج، في فيز وفي لاين زي ما بدك تشتغل عليهم. هلا مثلا احنا ممكن نضلنا شغالين على 7.6 لحد فرضا 10 هرتز تقريبا. امتى بتتذكروا امتى بدا يتغير معكم؟ تحت ال 10 مش هيك؟ تحت ال 10. فاحنا تحت 10 هرتز رح نبدا نرفع هذا الرقم، بحيث ما بخليهوش 7.6، بدي ارفع هذا الرقم من هون، بس انا هي عندي الرقم الاساسي اللي رح ابدا اشتغل منه. وطبعا فوق هذه ايش بصير؟ فوق هاي الفريكونسي شو بعمل بالفولتج؟ بضل كونستنت، ما بقدر ازيده فوق 380. اوكي، ما مصمم هو ياخذ. فهون رح تبدا تنزل الباور، رح يبدا الكونستنت باور والتورك رح يبدا ينزل عندي لاني ما خليته كونستنت، فالتورك رح يكون كونستنت عندي هون. خليني احطه بلون ثاني احسن. هذا الكيرف مهم جدا. هذا الفولتج لو جينا حطينا التورك، الان نحط التورك بلون مختلف. نحط مثلا التورك باللون الاحمر، راح الاقي التورك تقريبا، هلا انا ما راح انزله للزيرو لانه هو فعليا ما راح يقدر يحقق لي تورك، راح يضل هون التورك، وبعدين التورك راح يبدا ينزل عندي هون، والباور عندي انكريسنج، وبعدين بتصير او حتى هو بنزل بهذا الشكل. فالتورك راح يبدا ينزل، فهون راح يصير عندي كونستنت تورك، هون راح تصير عندي كونستنت باور. اذا الباور حطيناها بالاخضر راح تكون عندي الباور هون كونستنت، وهون الباور انكريسنج بتزيد الباور، فالاخضر هو الباور والاحمر هو التورك. اوكي، وهون احنا طلعنا الفاليو اللي بدنا اياها. لما بدنا نصمم، لما نبدا نصمم الفيربل فريكونسي درايف ونشغله ونبرمجه، هي الفاليو رح نشتغل منه اللي هو 7.6. هلا انت زي ما عملنا بتتذكروا بالهاي، بدك تصير هذا الكيرف تزيحه وترفع البوست، تعمل البوست هذا زي ما بدك. وراح افرجيكم طريقه من الطرق البرمجه في بعض انواع الدرايفز كيف ببرمج، نقاط مختلفه وهو بوصل الخط بين هذول، هو بصير يعطيني البوست المطلوب على الفريكونسيز المختلفه.